إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة مباركة طيبة مطيبة آمنة مؤمنة، فهي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم أيها الإخوة الكرام من بين جنبات مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية لقاء الفجر، لقاء الإيمان. وفجرنا شعباني، إنه فجر يوم الخميس الموافق 26 من شهر شعبان من عام 1442 من الهجرة، 8 من أبريل من عام 2021 من الميلاد. هذا شعبان ماض وذاك رمضان آت. نسألك يا ربنا ونحن نودع شهر شعبان من هذا العام أن يكون هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا، وأن تبلغنا يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم شهر رمضان، شهر الذكر، شهر الرحمة والمغفرة، شهر الصبر والنصر بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، ونحن على مقربة من هذا الشهر الكريم شهر رمضان، فليستعد كل منا لهذا الشهر الكريم أن يعد العدة وأن يحشد الطاقات حتى لا تضيع ثانية من ثواني هذا الشهر الكريم إلا وهي في طاعة الله عز وجل، فهو شهر تضاعف فيه الحسنات. وشهر القرآن هو شهر رمضان، ومستهلنا دائما في مثل هذه اللقاءات مع كتاب الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مستهلنا مع سورة صاد، نفتح المصاحف بالتحديد على الآية 21 من هذه السورة المباركة لنستمع لقارئنا اليوم الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب Yeah.
وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ
نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن مصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. للمتقين
المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية للعالمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام استمعنا لتلاوة قرآنية مباركة استهل بها قارئنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب لقاء الفجر فجر يوم الخميس 26 من شهر شعبان من عام 1442 من الهجرة، 8 من شهر أبريل من عام 2021 من الميلاد. لقاؤنا هذا تنقله لكم الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. نحن على مشارف استقبال هلال شهر الانتصارات، شهر العبور، شهر ليلة القدر، شهر الصبر والذكر والخير، شهر البركات، شهر رمضان. أيها الإخوة الكرام، في مثل هذه السويعة وإن شاء الله في مثل هذا التوقيت الأسبوع القادم سنكون قد دخلنا في أجواء شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يوفقنا لحسن الطاعة والعبادة في هذا الشهر الذي لا يهل علينا هذا الضيف إلا مرة واحدة في العام. في اشتياق نحن نستقبل هذا الهلال وهذا الشهر ونودع أيضا شهر شعبان، في اشتياق يا كريم يا إلهي يا رحيم لملاقات التصافي وارتقاءات تدوم. رمضان الخير آت جل أمر فيه صوم، شهر بدر، شهر ذكر، شهر نصر، شهر صبر، ذاك فضل وعميم أكرم اللهم فيه مصرنا يا عظيم. اللهم احفظ بلادنا شرقا وغربا شمالا جنوبا برا وبحرا وجوا قيادة وشعبا جيشا وشرطة حاضرا ومستقبلا باسمك العظيم الأعظم يا أرحم الراحمين يا الله. أيها الإخوة الكرام، في 7:07 ترتفع صيحة النصر الله أكبر، وحتى هذا الحين نعيش هذه الدقائق وهذا الابتهال في وداع شعبان واستقبال رمضان مع مبتهلنا الشيخ حسام الأجاوي. عفوك ورضاك يا وحسن لقاك يا رب.
شعبان يمضي رحمة وأمانا ويسلم الأرواح في رمضان شعبان يمضي رحمة وأمانا ويسلم الأرواح في رمضان شعبان يمضي والقلوب مضيئة تشتاق للريان في دنيانا هذا سلام الله هذا سلام الله هذا سلام الله يا شهر الهدى بشرى تعم الخلق والأزمان ونسيم شعبان الفضيل كأنه نور تزين ساطعا نادانا ونسيم شعبان الفضيل كأنه نور تزين ساطعا نادانا هيا ادخلوا بالأمن في شهر التقى هيا ادخلوا بالأمن في شهر التقى في شهر صوم بالهدى وفانا هذا سلام الله هذا سلام الله هذا سلام الله يا شهر الهدى بشرى تعم الخلق والأزمان هو خير شهر قد أتى في ذكره والله في القرآن كم أعطى هو خير شهر
قد أتى في ذكره، والله في القرآن كم أعطى. فتزينوا للصوم، فتزينوا للصوم عند قدومه، وادعوا رحيما، وادعوا رحيما، وادعوا رحيما غافرا رحمانا. يا رب فاقبل من عبادك سؤلهم، يا رب فاقبل من عبادك سؤلهم، وأعن قلوبا تلتقي رمضانا. عفوك ورضاك، عفوك ورضاك يا الصبح أشرق وابتدى، والكون قام وأنشدا، والطير فوق غصونه بالسعد هل وغردا، والشمس تجري رحمة، والظل فينا وحدا. يا رب أنت المرتجى، والقلب فيك تعبدا، هيئ فؤادي للتقى، للصوم يومي أو غدا، واجعل صيامي شافعا عند القيامة شاهدا، وانصر بلادي ربنا، واجعل نعيمك سرمدا. مصر الكنانة فرعها، مصر الكنانة فرعها، إني قصدتك راشدا. فالأولياء بأرضنا نور وسر قد بدا، طه الحبيب نبينا. ف
المصطفى نبع الهدى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر.
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر. صيحة النصر والفتح المبين دائما. الله أكبر. نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة فجر يوم الخميس 26 من شهر شعبان الموافق 8 من شهر أبريل من عام 2021 ومن عام 1442 من الهجرة النبوية الطيبة الشريفة. وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة لصلاة ركعتين خفيفتين، فهما ركعتان من ركعات الفجر. ودائما أيها الإخوة الكرام، في مثل هذه اللحظات ما بين الأذان والإقامة يستحب الدعاء، ويستحب دائما التقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل سنة نبوية طيبة شريفة نحظى بها برضا الله تبارك وتعالى وبشفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أيام قلائل هي أيام، ونستقبل هلال شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه بالصحة والعافية والأمن والأمان والسلامة وبمزيد من الرخاء والاستقرار لوطننا العزيز الغالي مصر. شهر رمضان، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، تضاعف فيه الحسنات وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، ليلة القدر، نتحراها في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم شهر رمضان. من فاز بها وحظي بها، من قامها ودعا الله فيها، نال ثواب من عبد الله تعالى وذكره لمدة 1000 شهر. والأمر ما دام هكذا، فكيف يكون الاستعداد لهذا الشهر الكريم؟ كيف يكون الاستعداد الأمثل لاستقبال شهر رمضان؟ الأمر سهل ويسير، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقرأ، نتصفح، نبحث وندقق إلى أن نصل إلى الطريقة المثلى، إلى الأسلوب الأمثل، لنحظى جميعا بالاستقبال الطيب والأمثل والنافع والمفيد لشهر البركات والحسنات والفيوضات والانتصارات والارتقاءات شهر رمضان. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبلغنا جميعا في كل الدنيا نفحات بركات خيرات أسرار هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، شهر القرآن، مأدبة الرحمن في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم، ونؤكدها ونكررها دائما، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، يتلو علينا آيات بينات يقام بعدها لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر يسرك لليسرى صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر،
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة جمال وكمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها القرب وتقضى بها الحاجات وتنال بها الرغائب وتدفع عنا النقم وتجلب لنا النعم. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا برحمتك يا رحيم، اللهم اعف عنا بفضلك يا لطيف، اللهم الطف بنا بخفي لطفك يا لطيف. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمرض. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمرض. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم ارفع عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل بلدنا مصرنا أمنا آمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نقلنا لكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر شعبان الموافق 26 من هذا الشهر الكريم من عام 1442 من الهجرة، 8 أبريل من عام 2021. أمنا في صلاة الفجر فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، الذي استهل لقاء الفجر هذا بتلاوة عطرة من الآية 21 إلى الآية 51 من سورة صاد. أذن لصلاة الفجر المبتهل الشيخ حسام الأجاوي بعد ابتهال ديني ودع فيه شهر شعبان، واستقبل فيه بكل الحب والأمل شهر الخير والبركات شهر رمضان. اللهم بلغنا هذا الشهر الفضيل الكريم يا أرحم الراحمين، وفقنا إلى هذا بقدرتك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. هذه تحيات الزميل مهندس الصوت في هذه الإذاعة الخارجية الفجرية، الزميل مهندس الصوت جمال عبد الكريم الماحي، تحياته أيضا تلك إليكم الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، ومن استوديو 2 مراقبة استوديو 2 الزميل مهندس الصوت وسام محمد أيضا يبعث بتحياته، وكل التقدير والتحية أيضا من السادة المهندسين من غرفة المراقبة الرئيسية حسام هشام، رامي عبد المنعم، محمد فتحي، سيد رجب. كل لحظة وأنتم دائما في أمن وصحة وعافية وعفو وسلام واستقرار ورخاء وخير. تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق 26 من شهر شعبان من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 8 أبريل من عام 2021 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.